بسم الله والابن الروح القدس الله واحد امين. كنا بنتردد على جميع الدكاتره اللي موجودين في مصر وفي سوهاج بخصوص الحمل، لنا 11 سنه ما حصلش حمل، وكنا متضايقين نفسيا جدا جدا من الموضوع، فكنا عايزين ربنا يتمجد معانا. فزورنا جميع الأديرة وترددنا على مغارة أبونا بولس العابد اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وطلبنا شفاعة أبونا بولس العابد والست العذراء، فيتحنن علينا ربنا بشفاعة القديسين وشفاعة أبونا بولس العابد والست العذراء مريم. وزهرتنا الزهرات للعذراء في المنام يوم 4/1، وقالت لي ان شاء الله العيد ده هفرحكم زي ما فرحتوني. ومراتي النهارده حامل في 4 شهور، وبعثت لنا الست العذراء وابونا بولس العابد منديل صغير في 14 صليب دم. بشكر الست العذراء وابونا بولس العابد انهم عملوا معي معجزه وادوني طفل يعني بعد انتظار 11 سنه من رحله عذاب طويله يعني. الحمد لله ربنا والشكر لابونا بولس والست العذراء. شكرا. بعد ما تعبنا من الدكاترة وتعبنا وكل حاجة لجأنا إلى إيه؟ أبونا بولس العابد وست العذراء. والحمد لله يعني ربنا تمجده وربنا رد، وأنا حامل في الشهر الرابع دلوقتي. المنديل ظهر لي صلبان، المنديل ده كنت نشراه في الغسيل وبصيت كده ولقيت فيه صلبان بالدم مرسوم عليه بعد ما اتغسل ونشرها مع الغسيل، بس لقيت فيه صلبان معموله بالدم 14 صليب تقريبا. او انا طلبت علامه من ابونا بولس والحمد لله العلامه دي جاتني يعني. قلت له لو هتستجيب لي طلبي ابعت لي علامه. الحمد لله. انا كنت تعبان قوي ورحت لجميع الاديور والكنائس وجميع الاماكن المقدسه، وربنا ألهمني بصديق اسمه برسوم نجار، فقال لي تروح، خدني وجابني البكان ده. كنت أول مرة أجي هنا، جيت البكان ده هنا وبدأت أصرخ، كان علي شياطين كتير. أبونا بولس اتدخل لي أكتر من مرة أخرج الشياطين من علي، نباني أكتر من مرة على التناول والاعتراف والصلاة والصوم. وانا جيت انا هو كتير، كنت اصحى الصبح اجي على ابونا بولس هنا اروح اخر النهار، جات ناس كتير وانا قاعد هنا. ابونا بولس عمل معجزات قدامي ولا تعقل ولا تقال، شفت حاجات بعيني محدش ورهاني، شفت حاجات بعيني هنا في المكان ده. زي ما قال الانبا تمساوس تلميذه، قال ان ابونا بولس عمل حاجات ولا تعقل ولا تقال. القديس ده فعلا ليه حاجات كتير معايا، انا شفت حاجات هنا مش قادر اقولها، لاني انا ما خدتش المفروض اخد حل من اب اعترافي الحاجات اللي حصلت معايا هنا. ابونا بولس قديس عظيم، هو الانبا تمساوس. فمرة وانا قاعد كنت اصلي دائما واقول يا رب ابعت المفتاح بتاع ابونا بولس، كان رب المجد يستجيب صلواتي ويجي المفتاح، يجي راهب يزور او حد من الناس اللي معهم المفتاح. كنت اخش جوه كنت احس بحاجات، حاجات كتير. جميع الناس قالت عليا ان انا مخي خف، اللي قال ده مخه اتهوس، اللي قال ده تعب، لكن انا قدامكم بتكلم سليم وكويس وتمام. دي بركات ابونا بولس القديس العظيم، هو القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين والانبا تمساوس. بدات ارمح في طريق ابونا بولس، شدني لطريقه وبدات مع القديس العظيم ده هنا يوجهني للطريق الكويس. في حاجات في قلبي بس مش قادر اعبر عنها. انا لما باجي المكان ده هنا بحس بحاجات كتير، وقعت في مشاكل كتير مع سحره
لكن كنت أقول يا رب المجد ويا أبونا بولس كانت تتحل. بدأت أوزع ورق وأوزع صوره لناس وعمل معجزات مع ناس كتير. في مرة واحدة ست جت هنا وأنا موجود من سوهاج ساكنة في المساكن. قعدت أكلمها عن أبونا بولس ومعجزات أبونا بولس، فدخلت الجنب ده هنا بدأت تصلي يا دوبك قالت أبانا الذي. أول ما قالت أبانا الذي طلع نور شديد في وشها وشفاها. امبارح كانت معايا بتقول لي إن أختي عايزة تيجي هنا أبونا بولس العابد عشان تحصل معاها معجزة زي اللي حصلت معايا. أبونا بولس قديس عظيم، معجزاته كتير، أنا شفت حاجات كتير لي كتير قوي. وبقول يا رب إن المزار ده يتفتح ويكون فيه صلوات وقدسات باستمرار، لأن أنا لما كنت هنا بولع شمعة لحد تعبان وأقول أبونا بولس اتدخل له، أبونا بولس فعلا بيتدخل له. أبونا بولس قديس عظيم سائح عمل معجزات كتير، وإحنا محتاجين إن المكان ده يتفتح ويكون فيه صلوات وقدسات. بنصلي باستمرار وبنقول يا رب المجد إن المكان ده يتفتح ويكون في صلوات وقدسات باستمرار. انا بطلب من رب المجد يسوع المسيح ان المكان ده يتفتح علشان الناس تيجي وتعرف القدس، تعرف المعجزات اللي حصلت فيه. وصلوا معانا ان ربنا يكرمنا ان المكان ده يتفتح. اشكر رب المجد يسوع المسيح.